من يذكر لي الآن مظهر من مظاهر التشبه بالكفار في زماننا؟ من يذكر لنا مظهرا من مظاهر التشبه بالكفار في زماننا؟ واحد، لبس ممزق من الثياب. نعم، لبس الثوب الممزق. فاللبس الممزق كان سابقا للفقراء، وأدركنا نحن في طفولتنا أن بسبب الفقر فكانت الأم متى هذا الذي يلبسه الولد تعرض للتمزيق تجعل له رقعة، وكان يخجل ويستحي أنه يلبس المرقع من الثياب. ثم بعد ذلك دارت الأيام فأصبح هؤلاء الموسرين يلبسون لباس الفقراء ذلا لهم بسبب أنهم يتشبهوا بالكافرين. تجد رجل يملك المال الكثير وركبته مبينه، شوها؟ قال هيك الموضة، هذا الثوب حقه، هذا البنطال حقه ايه، شو مالك حقه 50 دينار، وفيش حقه 500 دينار. طب بديش احكي لكم ارقام فلكية، خليكم على 50 شايفينها غالية، مشتريها ب500 دينار. مزع وموزق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا هذا المظهر كأنه ذله، معه مال لابد ان يعطي الفقراء حتى لا يلبسوا اللباس الممزق، فأصبح الفقراء يلبسون اللباس المستور وهو يلبس اللباس الممزق لأنه يتشبه بالكافرين. ثم الأمور زادت سوءا بماذا في اللباس الممزق؟ كيف زادت سوءا في الأخير؟ يا الله، أحسنت، أصبح للنساء. وحقيقة لو قيل لي ما صدق، لكن للأسف شفناه بعينينا. لو قيل لي امرأة مسلمة تلبس لباس ممزق ويشف لحمها وممزق من الفتح اللحم، ما بصدق ما بصدق. لكننا رأيناه بأعيننا، ما بجوز نكذب أعيننا، بس الآن ما في مجال لتكذيب الأعين لأن الأمر أصبح متواترا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، استسلاما، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذه مصيبة. إذن هذا واحد.